يعني للسنة الثالثة، الملتقى الثالث لشعبة الأشعة بجمعية الإمارات الطبية. اليوم قفزة نوعية أيضا من السنة الماضية، وإحنا الحمد لله فخورين بهالنجاح. تقريبا في تضاعف بعدد المشاركين الحمد لله، يعني أيضا في تطور في التنظيم عن السنة الماضية، مثل ما لها كان في سموت نصف التسجيل بداية المحاضرات، كان في شكاوي في المرات الماضية من الأوديو ومن هذا، لكن الحمد لله الأمور لحد الحين طيبة. نشكر المنظمين على يعني تفاديهم للأمور اللي كانت سلبيات اللي كانت في المؤتمر الماضي.